المشاهدين اهلا بكم في فقره جديده من قرانيات كارثه ومصيبه. القران بينزع عن الله القداسه والتنزيه، ما نزهش الله ازاي؟ الله راح يغشش ادم باسماء كل شيء، وبعد ما غششه قام جايب الملائكه يقول لهم قولوا لي بقى تقدروا تقولوا لي الحاجات دي اسمها ايه؟ طبعا ده معناه ايه؟ معناه انه غشش ادم ورايح يمتحن الملائكه. طب ما تغششهم هم كمان. ايه رايك يا اخي مالك في الموضوع ده؟ اهلا بك اخت فرحه. فعلا مثل ما تفضلتي، الله في القران جرى بينه وبين الملائكه حوار، في هذا الحوار يبدو صار في اعتراض من الملائكة على شيء معين، يبدو هيك، فبيروح الله يعلم آدم الأسماء بني آدم، ثم بعد أن يعلمهم الأسماء يقول الملائكة طيب أنتوا خرج تقولوا لي هالأسماء، فهن يقولوا لا ما أنا قادرين، فبيتقدم آدم وبيقرأ هذه الأسماء. الطريف الموضوع أني فعلا مثل ما سألتي أنت، هل الله يعني يجوز على صورة الله المنزه عن الأفعال الطفولية والشريرة، الله العظيم الكلي المحبة والقدرة، أن يقوم بهذه الأفعال، أن يعلم شخص ثم يلعب مع آخرين هذه اللعبة ويقول لهم هل قادرون أن تنبؤوني بأسمائهم؟ طب وطلعت الأسماء معروفة؟ لا، الأسوأ من ذلك أني لما رحنا على التفاسير لنشوف ما هي تفسير يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما مروح التفسير منشوف أني ما هو القصد من يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ بيقولوا التفاسير المحتملة أسماء كل شيء في العالم، أسماء الملائكة أو أسماء ذريته يعني ذرية آدم. فنحن حتى كمان ما بنعرف ماذا طلب من الله ينبئهم بأسماء أي شيء، أسماء آدم أم أسماء يعني بني آدم أو الملائكة أو أسماء كل شيء في العالم. فحتى صيغة يعني السؤال ما عندنا نحن جوابه، صيغة السؤال ما فيش جوابه. نعم. طب وفي ربنا بيضحك على الملائكة؟ هل الله مش ده ضد عدل الله؟ الطريف أن الله يجري لعبة مع الملائكة، أن بالزبط. الله يعني غير جدي كان مع الملائكة، أن يطلب من آدم شيء وهو يعلم أنه سوف ينفذه، ويطلب من الملائكة أشياء هو يعلم أنها غير قادرة على تنفيذه. النقطة أولى. النقطة الثانية، عندما أعطانا هذا الوحي بالقرآن وقال أنه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أيضا ترك المسلمين في حيرة. صح. المسلم يعرف أن الله طلب شيئا ما من آدم، ولكن لا يعرف ما هي الشيء، ما هي الأسماء، طيب ما هي رسالة الله لنا؟ يعني سؤال إذا كان الله طلب شيء من آدم، إخبار الله للمسلمين بهذا الموضوع ما هي الغاية من هذا الخبر؟ يعني ما هي رسالة من هذا الخبر؟ وما هي الغاية أنه يضحك على الملائكة؟ على الأقل يشاركنا المعرفة فأني يعلم المسلمين. بالضبط. نعم. دي نقطة. طب لما نشوفها في الكتاب المقدس هنشوفها إزاي، وعايزة أي أخي مسلم يشوفها معنا. بيقول كده وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليري ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وهكذا. إذن الكتاب المقدس واضح في هذا الأمر بأن الله جاب آدم وقال له يا آدم أنت اللي تسمي الحاجات دهية الكائنات دي باسمها، واللي أنت هتقول عليه هيتم. وكده قطع الطريق ما بين الشك ولا آدم ولا الملائكة ولا طلع الملائكة كذابين ولا لعب اللعبة دي كلها. إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا باعتقادي يا أخت فرحة أني أكيد كاتب القرآن سمع النص الكتابي بطريقة من الطرق، أما هو عن جهل منه عاد نقله في القرآن بشكل مشوه، وأما عن عمد منه بمعنى لأظهار التعلم أنه يعلم أشياء أخرى أو جديدة فقدم صيغة جديدة يعني للآية الكتابية. أتوقع هذا الشكل آخر يعني بمعنى مقلد غير ناجح للعمل الأصلي. وأنا بقول لأخوي المسلم خد بالك أنت بالمنظر ده والقرآن بالمنظر ده بيطلع الله غشاش حاشا. شكرا يا أخي مالك،
نشوفكم في فقرة جديدة من قرآن يوم.